أعزائي المشاهدين، ودلوقتي احنا في نفس الحلقة وداخلين على الضحية الثالثة في حلقة الدكتور أو الانف. معلش، حضرتك رايح فين؟ الهرم. هرم؟ هرم. أحسن ناس طبعا يا فندم هما أهل الهرم وأقل نسبة فيروسات. حضرتك نورتنا وشرفتنا يا فندم في الارستقراطيك تاكسي او تاكسي العاصمه او تاكسي الطبي. تاكسي الطبي عندنا يا فندم، في عندنا بروجرام نازل بيه التاكسي ان اي عميل بيركب معانا اهم حاجه عندنا هو ارضائه، ارضاء العميل، شرب الجنزبيل، شد الفتيل. حضرتك شديت فتيل قبل كده؟ بمعنى انا هشرح لحضرتك بشكل مستفيض ان حضرتك في عندنا مجموعه تحاليل حضرتك بتعملها معانا لان احنا بننتقي عملائنا. في عندنا الليفل الاول من التحليل هو تحليل البول والبراز، ودي بتبقى عينات بسيطه جدا لحضرتك. حضرتك ممكن بدون اي تعب واي جهد بدي حضرتك البتاع دي، حضرتك بتتبول فيها وانا مش ببص. يا فندم دي صحه حضرتك. صحه حضرتك في دلوقتي. طب اكمل حك البروجرام. احنا عندنا اول حاجه الليفل ده لو حضرتك عديته بنخش بعد كده على الليفل فيروسات الدم، وعلى فيروس A و B و C و D و E H I G K L M N P U V R S T U V W X Y Z. مش فاهم حاجه من اللي انت بتقوله. ايه تحليلات وبتاع؟ حضرتك اول مره تركب معانا. حضرتك من الغلابه. احنا بنركب معانا الارستقراطيك. الحمد لله والشكر لله. حبيبي ربنا يزيدك، مش ده الاصل، بس انا بفضل ديمقراطي مع حضرتك لحد ما يجي وقت التحليل في العربيه. لو انت حضرتك ما بقتش معايا ديمقراطي انا بصبح ديكتاتور وبيركب فرج زي ما حضرتك شفت، وبيبدا يا فندم بقى فرج مع حضرتك يوري حضرتك طريقه عمل التحاليل وبتعملها رغم انفك. نور الدنيا. احنا هنحط دي فتحه الشرايين. بتهزر ولا ايه؟ لا يا فندم احنا مش بنهزر، انت ما تقلقش على نفسك خالص. الموضوع زي شكه الدبوس. حضرتك مش شكه الدبوس ايه وبتاع ايه اللي انت بتعمله ده يا عم؟ ولا بقول لك يا فندم، بقول لك يا باشا بعد كده نزلني. اثبت يا عم اللي انت بتعمله ده. انت تعبان ولا لا؟ انتوا تعبانين ولا ايه؟ انتوا مالكم في ايه؟ احنا خايفين عليك تكون انت تعبان. وشك تعبان ايه يا عم؟ وشه اصفر. ثانيه واحده يا فندم. ايه وعينيه حمراء؟ هل تعلم ان انت ممكن يبقى عندك فيروس مثلا اللي بيني فيروس ايه؟ فيروس ايه حضرتك اللي عندي؟ فيروس ايه؟ في مجموعه فيروسات منتشره في البلد يا عم. فيروس انت مش عارف مصلحتك. مفيش نزول يا عم. اوعى كده ايدك، اوعى بتاع ده بعيده عني. مفيش نزول. فتح الشرج ايه وبتاع ايه؟ لحظه واحده، حط ده في بقك. بق ايه يا عم؟ انتوا تعبانين ولا ايه؟ درجه حرارتك بس كده. بعد اذنك نزلني. بعد اذنك نزلني. مفيش نزول. مفيش نزول. احنا خايفين عليك. انت تعبان ولا ايه؟ انتوا تعبانين ولا ايه؟ انت اللي تعبان يا عم. اشفر ايه؟ عينيك محوله. بقول لك عينيك محوله. عينيك محوله تاني. يبقى عندك طبيه جوه. عنده فيروس طبيه جوه. طبيه جوه ايه وبتاع ايه؟ ايدك بس. شعرك بيقع. عندك شعري بيقع. عندك ترسه. عندك ترسه. عندك ترسه. ترسه؟ عندك ترسه في شعرك. انتوا تعبانين ولا ايه؟ انت اللي تعبان. خايفين عليك. انتوا تعبانين؟ ليه انا مش تعبان؟ وشك بدل العروق فيا عم. بقول لك ايه؟ بتاع العروق. فرج. ايوه. بشك عليه. بشك عليه. عاو عاو عاو. بص انت تعبان ولا ايه؟ انت تعبان. ده كان تعبان يا عم. تعبان ايه؟ وعرس ايدك كده. وايدك كده يا عم. لازم نخرج يا عم. بقول لك ايه؟ بلا فيروسات بلا بتاع. ايدك بس. ايدك اديني الاكل والشرب. ايدك اديني الاكل والشرب. عندك فيروسات يا عم. فيروسات وطبيعه جوه. طبيعه جوه ايه تاني؟ اللي بيني هرم. حط في بقك. انت بتخرج يا عم. ما انا احط ده في بقي. ايه بلا احط ده؟ اهدى شويه. اديله. انتوا تعبانين ولا ايه يا عم؟ اديله الحقنه بسرعه. ارجوك محتاج الجرعه. اديله الحقنه بسرعه. ارجوك محتاج الجرعه. اديني هرم. هرم ايه يا عم؟ اديني هرم وطلبيه جوه. بقول لك ايه؟ اديني الاكل والشرب. اه بس كده يا عم. انتوا تعبانين. تعبانين والله. فيروسات ايه يا عم؟ ده منك يا عم الشغل ده. انتوا اللي تعبانين والله. تعبانين والله. هو بس يا عم. يا عم طلع الفيروس من يا عم. فيروس ايه يا عم؟ الله يبارك لك انت. هو يا عم الله يبارك لك. عشان ايه؟ طب خلاص خلاص. ايه ده حضرتك؟ ايه ده حضرتك؟ ايه ده؟ ايه ده حضرتك خالص؟ احنا كنا بنهزر معاك. ينفع نذيع؟ نذيع يا باشا.